الرحيم. الحمد لله الكريم المنان الذي أنزل علينا القرآن بواسطة سيد ولد عدنان الذي أتانا بالآداب الحسان وعلى آله وصحبه كل وقت وآن. أعزائي المشاهدين، أحبتي الحاضرين، أهلاً وسهلاً ومرحباً بكم، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير في حلقة جديدة من برنامجكم براعم في بستان النبوة. أحبتي، إن كلام الشخص دال عليه ومقياس لأخلاقه وسلوكه، فلذلك لا بد أن تزن كلامك وتديره في نفسك قبل إخراجه والنطق به، فإن كان ملائماً فانطق به، وإلا فاسكت عنه لتسلم من آفات اللسان العظيمة. فمن أعظم آفات اللسان أعزائي هو الكذب، فإثمه كبير وعاقبته وخيمة. وما أجمل الصدق في القول، فإن فضله عظيم وثوابه جزيل. ففي الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم يقول: عليكم بالصدق، فإن الصدق يهدي إلى البر، وإن البر يهدي إلى الجنة. ولا يزال الرجل يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. وما زال العبد يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. وهنالك أعزائي قصة في عاقبة الكذب، حيث يحكى أنه كان هناك طفل اسمه عمرو، وكان يعيش في أسرته في بيت جميل على شاطئ البحر. وكان هذا صاحبنا عمرو دائما ما يكذب مرارا وتكرارا، ودائما ما تنصحه أمه ألا تكذب يا عمرو، فالكذب حرام وإن الله سيعاقبك على هذا. فكان لا يستمع لكلام أمه ويستمر في الكذب، وكان لم يدرك ما تقول له أمه في ذلك الوقت. وفي يوم من الأيام أراد عمرو أن يذهب إلى البحر ليسبح، واستأذن من أمه للذهاب فأذنت له. وبينما هو يسبح في البحر خطرت له فكرة الكذب على الناس والسخرية منهم، فنزل عمرو الماء، وبعد فترة بدأ يصرخ بصوت عال: أنقذوني أنقذوني، إني أغرق إني أغرق. فأسرع الناس إليه لينقذوه من الغرق، فوجدوه يضحك عليهم ويستهزئ بهم ويقول لهم: ضحكت عليكم. فأخذ الناس بالضيق منه وأحسوا بأنه يكذب عليهم، وذهبوا من عنده وهم يقولون: يا له من ولد كذاب. وأخذ عمرو يكرر فعلته هذه مرارا وتكرارا حتى اشتهر بين الناس بأنه ولد كذاب. وذات مرة أراد عمرو أن يكرر فعلته هذه، فنزل إلى الماء وبدأ بالسباحة، وفجأة ارتفعت الأمواج وبدأ الماء يدخل إلى فمه وأنفه، فظل يصرخ بصوت عال: أنقذوني أنقذوني، إني أغرق إني أغرق. فلما سمعه الناس ظن الناس أنه يكذب على عادته، فلم ينقذه أحد منهم. وبالمصادفة مر رجل على الشاطئ فرأى عمرو وهو يقرق والأمواج ترتفع فوقه، فذهب وأنقذه هذا الرجل وأخرجه إلى الشاطئ. فلما أفاق عمرو وجد الناس حوله أهل القرية، فأخذ يعتذر منهم على كذبه ويقول لهم: أنا آسف على كل ما فعلته فيكم، ولن أكذب بعد اليوم أبدا، وإني قد تعلمت درسا لن أنساه أبدا. إذن يجب علينا أحبتي أن نتحرى الصدق في حديثنا دائما حتى لا نقع فيما وقع فيه صديقنا عمرو. فبالإضافة أحبتي إلى تحري الصدق في القول، هناك أيضا آداب أخرى للمحادثة. الأدب الأول: أن يكون كلامك على قدر الحاجة، فلا تكن ثرثارا في الكلام، فإن الشخص الثرثار مبغوض لدى الناس. كذلك أيضا من آداب المحادثة وهو الأدب الثاني: احذر أن تتكلم بكل ما سمعت قبل أن تتأكد منه، فقد قال عليه الصلاة والسلام: كفى بالمرء إثما أن يحدث بكل ما سمع. أيضا من الآداب وهو الأدب الثالث: تجنب في حديثك الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها من الألفاظ البذيئة، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ليس المؤمن بالطعان ولا اللعان ولا الفاحش ولا البذيء. صدق رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعزائي المشاهدين، أحبتي الحاضرين، فاصل ونواصل لنستكمل معكم باقي فقرات حلقتنا لهذه الليلة، انتظرونا.
عدنا إليكم أحبتي والعود أحمد لنستكمل معكم ما بدأناه من آداب في المحادثة، فقد وقفنا عند الأدب الثالث، الأدب الرابع: إذا حدثك أحد فاصغ إلى ما يقول واقبل عليه بوجهك ولا تقطع كلامه بل انتظر حتى يفرغ منه فإنه أدب عظيم. الأدب الخامس: إذا حدثك جليسك بحكاية أنت تعرفها فاستمع إليه كأنك تسمعها لأول مرة، فاستمع إليه كأنك تسمعها لأول مرة ولا تخبره بأنك قد سمعتها من قبل فتكسر خاطرة. أستاذي، لي أخ في البيت إذا نادى والدي فإنه يرد عليهما بصوت مرتفع وبألفاظ سيئة، وكلنا نعرف بأن هذا سلوك خاطئ، فما هو السلوك الصحيح؟ بارك الله فيك على هذا السؤال الوجيه. نعم، إذا ناداك أحد والديك وأستاذك وأي شخص آخر فجاوبه بصوت هادئ وبألفاظ لائقة بمثل قولك مرحبا، لبيك، حاضر وغيرها. ففي الحديث: ما كان أحد أحسن خلقا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ما دعاه أحد من أصحابه إلا قال له لبيك صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. وبهذا الأدب السادس أحبتي نكون قد اختتمنا أهم وأبرز الآداب النبوية التي حثنا عليها رسول الله في المحادثة، وهي: الأدب الأول، لا تكن ثرثارا في كلامك. الأدب الثاني، التأكد من الكلام الذي سمعته قبل أن تتكلم به. الأدب الثالث، تجنب في حديثك الغيبة والنميمة والسب والشتم وغيرها. الأدب الرابع، إذا حادثك أحد فاسق إليه واقبل عليه بوجهك ولا تقطع كلامه حتى يفرغ منه. الأدب الخامس، إذا حدثك جليسك بحكاية أنت تعرفها فاستمع إليه كأنك تسمعها منه لأول مرة. والأدب السادس وهو الأخير الذي ختمنا به حلقتنا لهذه الليلة، وهو: إذا ناداك أحد والديك أو أستاذك أو أي شخص آخر فجاوبه بصوت هادئ وبألفاظ لائقة مثل قولك لبيك ومرحبا وحاضر. جعلنا الله وإياكم ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وهكذا أيها الأحباب نكون قد وصلنا إلى ختام حلقتنا لهذه الليلة، اللقاء يتجدد معكم في حلقات قادمة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم.